السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيان. اللي راه بيا ربي يكمل له بالخير، واللي ما راهش بيا ربي يكون معاه ان شاء الله. اللي راه يقرا ربي ينجحه، واللي راه يخدم ربي يوفقه، واللي راه مريض ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله. المهم اليوم غادي نهضروا خوتي حاجه كما يقول لك تري امبورطون، مفيده للجميع. الانسان في هذه الدنيا عنده ان سول بوت. انا وانت وانتي اختي رانا كطلاب نقرو باش كي نكملوا ندو شهاده نروحوا نخدموا. تروح عند امراه تكون عزبه ولا متزوجه تقول لها شراكي باغي، تقول لك كرهت ما ضراني باغي نخدمه نخدم عند الدوله. تروح عند واحد اخر جامي لقرا تقول له شراك باغي، يقول لك اودي خويا كرهت من هذا الفيديو ولا روتين تاع الكارو والبريس باغي نخدم عند الدوله لو كان عساس ولا اجون سيكوريتي. المهم حنا الانسان بطبعه سواء مراه او رجل يبغي الخدمه في هذا الدنيا، هذا هو لو برينسيپ اللي نسيرو به في الدنيا. كل واحد على كاين اللي يبغي يخدم، كاين اللي يبغي باش يلبس، كاين اللي يبغي باش يقلش روحه، كاين اللي يبغي ياكل. المهم كل واحد ولا في بريفي تاعه. حنايا نعرفوا بلي هنا في الجزائر باش تخدم ليق تدفع رشوه، ولا ما دفعتش رشوه هنا في الجزائر ليق يكون باك فلان ولا مك فلانه. هذه هي نهضروا لا رياليتي خوتي، ما نكذبوش، نهضروا الحقيقه المره. هذه هي الحقيقه المره. حنايا هنا في بلادنا تكون قاري، يكون عندك مليار تاع علم في راسك، تجي وحده اخرى جامي لاقرات لابسه الميني وعندها لي فوسيت وشابه وصبغه شعرها بالاصفر تحكم فيك نورمال. هذه الحقيقه خوتي، عايروني طيحوا لي، المهم الحقيقه تنقال. هذه هي بلادنا خوتي، نقسم لكم بالله العلي العظيم راكو قاعد تعرفوها. انت قاري عندك ماستير ولا عندك ليسونس تلقى روحك فلانين، وتلقى واحد اخر ولا واحد اخرى جامي لاقرا وجامي يحكموا فيك يبخسوا ويرخصوا فيك. هذه بلادنا، هذه الجزائر هكا بكري، الله غالب ربي يفرجها ان شاء الله. المهم حنا كي نعرفوا باللي هاد الدنيا ماشي دائمه، هاد الدنيا باساج، هاد الدنيا تروح الدايم الله في ملكه، ربي هو الملك تاع هاد الارض، هو اللي يدوم فيها. ما حنايا اكل لدود للدود، حنا قاعدين نروحوا غادي ندوم معانا كفن، وهذاك الكفن ياكله الدود والحمله ياكله الدود، ما نبقوا والو حنايا كيما هاك زيرو. علاش صاي نقلعوا هذاك الحب تاع الخدمه عند الدوله ونبدلوه بالحب الخدمة عند الله سبحانه وتعالى، الخدمة عند ربي سبحانه وتعالى. سهلة سهلة بزاف خويا، رانا نشوفوا نسا يريحوا ما بيناتهم بالعشر سوايع، فلانة لبست وفلانة دارت، فلانة شابة، فلانة ماشي شابة، فلانة ما تعرفش طيب، فلانة تعرف طيب. في هذاك الوقت علاش ما تنوضش توضى وتصلي؟ ياك الصلاة كي تخشع غاية غاية، كي تطول ما تفوتش خمس دقائق الصلاة. رانا نشوفوا الرجال في القهاوي يريحوا بالكارو والبريس ويهضروا على لي ماتش تاع الريال والبارسا بالخمس سوايع وما يكرهوش. هذه الاولى. حاجه الزوجه، الناس راها تدخل لي كاباري، لي كاباري خوتي غير دخلت تحط زوج ملايين وتزيد تبرح ب 70 مليون 80 مليون، رانا نعرفوهم يوصلوا حتى ل 100 مليون عند ربي سبحانه وتعالى. باطل باطل تدخل للجامع، يدخله الغني ويدخله الفقير ويدخله المسكين ويدخله جميع الناس عند ربي سبحانه وتعالى. على بيته يدخلوه كاع الناس، على ما نروحوش لطريق ربي خوتي. هنا في الخدمه عند الدوله هنا في الجزائر لقيت تدفع رشوه عند ربي باطل. كي المسكين كي الغاني سواسيه كاسنان المشط. نروحوا خوتي لطريق ربي، نبدلوا هذا الحب تاع الخدمه عند الدوله، نبدلوا الخدمه عند ربي سبحانه وتعالى. خاش كي تخدم عند الدوله تخدم 10 سنين، تخدم 30 عام، تخدم 40 عام، تخدم حتى 100 عام، وكي تموت وما خادمش ربي ما كاين والو، ما درت والو، شغل ما خدمتش. خوتي الخدمه تاع الدوله لا جات بالحلال مرحبا بها، ولا جات بالحرام الله يقطعها، نروحوا نخدموا لربي سبحانه. رانا خوتي بحاجه الخدمه عند ربي سبحانه اللي قدر نخدموا لربي خوتي، نقسم لكم بالله ما عرفناش كاع الساعه وين تعدي تقوم. ديجا رانا نشوفوا خوتي كيما يقول لك الساعات الكبرى راها تبان، صاي راها تبان اخوتي، نروحوا نخدموا عند ربي سبحانه. حاجه سهله باش تخدم عند ربي، شغل الباب الاول باش تطبطب على الخدمه بالصلاة، تتوضى خويا خمس خطرات في النهار وراك تصلي، كي تطبطب ينحل هذاك الباب. لق تكون تبغي لخوك كيما تبغي لروحك وكيما تبغي لاختك العزيزه، ما تحفرش لخوك الفخ، لا خوك او كونتري هذاك الفخ عمره، وخلي خوك توجور واقف ولا اختك توجور واقفه ما تطيحاش. اذا ربي رزقك مال خويا العزيز ولا اختي العزيزه، عاونوا المساكين اللي راهم بحاجه ليكم، باش نهار اللي يطيح بكم انتوما تلقوا هذوك المساكين ويعاونوكم. حاجه سهله، ما كونكش منافق، ما كونكش كذاب، ما يكونوش عندك زوج وجوه، تمشى بوجه واحد، تمشى بوجه واحد. واه واه لا لا، ما تطمع ناس، ما تكذب على ناس خوتي، وربي عطانا كاع العام ناكلو، عطانا غير 30 يوم، واحد يصومها نيشان يبعد على الصوالح تاع الحرام، يبعدهم ماكسيموم خوتي، واذا كان عنده دراهم يزكي في العام. وان شاء الله نتمناها لك ليك وليا ولاختي العزيزه حجه في بيت الله، هذا ما نتمنى لك، راك تفرجني نتمنى لك حجه ان شاء الله، انا وانت واختي العزيزه تاني ان شاء الله كاع نروحوا نحجوا يقدرنا ربي باذن الله. خوتي ما نخدموش عند الدوله، نخدموا عند ربي سبحانه. ايوا تاليشت هذا الفيديو يا خويا العزيز،
بارطاجيه بالقوه، باسكو انا درت الفعل بالقول، وانت عادي تكمل هذا الفعل تاع الخير بالبارطاج باش اللي يشوفه ينوض ويبدا يصلي. من اليوم اخوتي انا ماشي مفتي اخوتي وماشي داعيه، انا جمال الدين انسان كيفي كيفكم، انا دير على اقوالي وما ديرش على افعالي. انا تاني نغلط خويا العزيز، انا تاني نغلط وانا تاني نغلط. انا اسمع لكلامي وان شاء الله هذا الكلام يكون ماخوذ بعين الاعتبار خوتي. ما نخدموش عند الدوله، صاي الدوله روحوا نخدموا ربي سبحانه، خاطش ربي الخدمه عنده دائمه، بصح عند الدوله ماشي دائمه خويا العزيز. وبغيت ناكد لكم غير حاجه خويا، لازنيت نوض وصلي ربي يغفر لك، غفور رحيم، كي تتوب من قلبك يغفر لك. اختي نفس المثال، نوضي وصلي لازنيتي ربي غفور رحيم. وجماع واحد دار فعل وراه نادم راه يقول ربي ما يغفر ليش، ربي غفور رحيم. نوض توضى وصلي وتوب من قلبك غفور رحيم، ربي يكون شديد العقاب كي تموت وانت ماشي تايب له. هذا ما كان خويا العزيز، بارطاجوا لنا هذا الميساج باش يوصل للجميع، وسمحوا لي اخوتي. السلام عليكم. جمال الدين يعطيك الصحه، والله يعطيك ما تمنى، وميرسي على المساج هدايا. وانا المساج تاعك حنديرو في يوتيوب هكذا باش الناس قاعد يشوفوه. بون درت صورة تاعك باش يعرفوا بلي تايا، ونكتب اسمك جمال الدين. السلام عليكم.